كل ما نبني عش تنخربوا لنا اياه، كل ما نبني بيت تنهدموا لنا اياه، كل ما نخلف ولد قتلوا لنا اياه. شو ظل لنا؟ شو ظل؟ قتلوا الامل، قتلوا زهرة الحب اللي بقلبنا. هاي بيتي، هاي ارضي، ندور فيها. نزحنا اول مرة اهلنا، نزحوا ابوتنا اول مرة، نزحنا ثاني مرة، مرة ثالثة ننزح يعني. وين نروح؟ حقيقة انا ما بدي اروح. مخيم والله ببيع حياتي عشانه. مخيم كل اشي يعني بالنسبة مش الي بس، لكل الدنيا، لكل اهل المخيم. روحنا المخيم، روحنا، حياتنا، كل اشي إلنا يعني، عشان يضل شامخ وواقف، وما زال واقف وشامخ. كل ما تروح بجهة من المخيم لازم تلاقي مرة أو شخص بعيط لابنه، لا عداره، لا مثلا فقيد مش لاقيه. كل شخص بالمخيم، ما فيش حدا بالمخيم يعني ما بكاش على اللي راح عليه. بس هذا كله ما بهمنا. هدوه، صحيح هدوه، راح نرد نبني من جديد، ومش راح نهتم بيهم، وراح يبني على أساس المقاومة، وراح شارون طول حياته يحسب حساب لمخيم جنين.